أوروبا وآسيا وأمريكا وفي رسالة موجهة إلى المشاركين أكد الرئيس كلاوس يوهانس أن جائحة الفيروس التاجي المستجد كوفيد-19 تمثل بالنسبة لرومانيا أكثر خطرة مأساوية. وأوضح رئيس الدولة أن رومانيا ستواصل التكيف بهدف تنفيذ التدابير اللازمة لزيادة قدرتها على إدارة هذه الأزمة من ناحية طبية ومن منظور نظام التعليم على حد سواء، بالإضافة إلى كل ما يتعلق. لنخرج منه